بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع الأول حول قوله سبحانه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. كلمتين في الآية، مو كل الآية. الرسول مبشر ونذير، يعني يبشر بالحياة السعيدة لمن اتبع أحكام الله سبحانه وتعالى، وينذر بالحياة السيئة لمن خالف أوامر الله تعالى. لا المراد الحياة في الآخرة فقط، وإنما حتى الحياة في الدنيا، لأن الذين يعرضون عن ذكر الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الآن معيشة المسلمين، ونحشره يوم القيامة أعمى، يعني الذين يعرضون عن أحكام الله سبحانه وتعالى هناك في الحياة الدنيا حياتهم ومعيشتهم ضنك وضيق، وفي الآخرة يحشر أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، ما عملت بها، وكذلك اليوم تنسى، يعني تهمل. الموضوع الأول نتكلم حول أن الرسول بشير ونذير، يبشر المتبعين لأوامر الله بالحياة الواسعة وبالآخرة الحسنة، وينذر المخالفين بالحياة الضنك في الدنيا وبالنار والسعير والظلمات والمشكلات في الحياة الآخرة. في هذا الموضوع بشيرا ونذيرا، هناك الإنسان يجب عليه أولا أن يتقي الله، يعني يأتمر بطاعته، ينتهي عن معاصيه. حقيقة يجب علينا أن نفكر: هل نحن نطيع الله؟ لا شك نطيع الله نحن المؤمنين في بعض الأمور، أما كلنا نصلي صلاة الصبح؟ كلنا نكف أبصارنا عن المحارم؟ كلنا نعطي الحقوق الواجبة علينا؟ كلنا نستغيب أو لا نستغيب؟ أوامر الله سبحانه وتعالى هل الكل يعملون بها بتلك الأوامر؟ الجواب لا، الأغلب يعملون ببعض الأوامر وننتهي عن بعض النواهي. مثلا الزنا على الأغلب لا نعمله والحمد لله، لكن الغيبة ما هو أو ما هي؟ لكن حقوق الناس ما هو؟ حقوق الناس يعني أنك عليك دين، أنك عليك خمس، أنك عليك كفارة، أنك عليك فدية، أو أنا. هل نعطي كلا؟ كلنا نعطي الكل؟ كلا. أكو في الأحاديث يا إخوة حقوق الناس بصورة خاصة كلش صعبة، الله يتجاوز عن حقوقه، الصلاة، الصيام، الحج، من الممكن الله يتجاوز، لكن حقوق الناس الله لا يتجاوز. وعلى الأغلب نحن مبتلون بحقوق الناس. أكو كتاب اسمه الكتاب شد الإزار باللغة العربية، وترجم هذا الكتاب إلى اللغة الفارسية باسم هزار مزار، يعني ألف قبر، ترجمة الفارسية. في هذا الكتاب ينقل هذه القصة، لأن أكو حديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في يوم وفاته،
ويجب أن نتعلم منه. الرسول قال إن من مات وهو مديون يحبس في الآخرة، هو في حبس حتى يعطى دينه، وأحيانا لا يعطى دينه، يبقى شنو؟ حبس أبد. هل قصة مذكورة في كتاب شد الإزار أو باللغة الفارسية مترجم إلى هزار مزار؟ يذكر هناك هذه القصة مال قبل 700 سنة أكثر أقل، لأن مؤلف الكتاب في ذلك الوقت يقول أن نفرين من أنطاكية، أنطاكية في ذلك الوقت من بلاد سوريا، ذهب إلى الروم للغزو يعني للجهاد. في صحراء غلب عليهما العطش، فرأوا أمامهما بئر أدلي دلوا إلى البئر، الدلو متطلع مرة مرتين ثلاث مرات يجروا الدلو، الدلو متطلع. أحدهما وهو أجسرهما دخل، لأن عطشانين هم وقت نهار مو وقت ليل، أحدهما دخل البئر فرأى في داخل البئر دكة، وعلى هذا الدكة إنسان حي عاري مغلل من عنقه إلى رجله وهو ماخذ الحبل. هذا خاف كلش كثير، قال أنت من وهنا ما هو؟ وهو رجل شجاع، قال في الحقيقة أنا مو حي أنا ميت، والله كشف عنك لأني توسلت بالأئمة وبالنبي للفرج عني، أنا قبل مدة متت وأنا من أهل أنطاكية، وإني مديون كمية كذا إلى فلان، وحبست في هذا البئر من يوم موتي إلى الآن، ولما توسلت إلى الله كثيرا الله أراد أن يفرج عني حتى هداكم إليه. فلان إنسان يطلب مني كذا من المال، وهو مال قليل كان مطلوبها مو مال كثير، إذا تتفضلون علي روحوا أنتوا وأعطوا هذا الدين حتى أنا أتخلص. هذا خرج من البئر وهو ممتلئ خوفا ورعبا، يعني إنسان يشوف شيء غريب، عالم انكشاف مو عالم خارج وحقيقة. هو وصديقه رجع أو أخوه رجع إلى الأنطاكية وفحص عن الأمر، تبين أن الأمر صحيح، هذا مديون بكم إلى فلان إنسان، أعطى يدينه ثم رجع. رجع إلى تلك الصحراء، كل ما فتش عن البئر شاف البئر ما موجود، يعني عالم انكشاف كان هذا مو عالم، يعني عالم خارج وعالم كشف، عالم برزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كم البرزخ؟ 1000 سنة؟ 10,000 سنة؟ 1,000,000 سنة؟ 1,000,000,000 سنة؟ علماء الأرض يقولون إن عمر الأرض 6 مليارات من السنوات، 5 مليارات انتهت ومليار بعد باقي، يعني نحن بعد من أرضنا 1,000,000,000 سنة عمر، هذا كله برزخ. طيب المدة أنا رأيت في مجلة يقول وجدوا رأسا في إفريقيا، في فلان مكان من إفريقيا، العلماء قدروا عمر هذا الإنسان 70 مليون سنة، يعني هذا الإنسان كان قبل 70 مليون سنة. وإذا نحن نبتلى بهذا الشيء والعياذ بالله، إيش هذا الإنسان؟ لعله إنسان طيب، لعله كل عمل خيري عمله، مع ذلك سجن هناك. الواجب على الإنسان ما دام يتمكن يعمل ينتهي يأتمر أوامر الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان في ظنه أنه اعتبار أبدا، وكل شيء عنده بمقدار، كل شيء مثقال ذرة من خير أو من شر. هذا يجب علينا أن نتبع رسول الله في هذا الموضوع. أقول لكم قصة، هذه القصة معروفة، بس إني أريد أن أشير إلى كلمة من القصة فقط، لأن القصة كلكم سامعيها ولعل كثير منكم قارئ القصة، لكن مع الأسف هذه القصة تقرأ اعتبار تقرأ أحيانا. في كل الكتب هذه القصة مذكورة، وأغلب الخطباء يذكرون هذه القصة فوق المنبر في وفاة رسول الله، لكن أنا شاهد كلمة من القصة. الرسول
صعد المنبر في مثل هذا اليوم يوم وفاته، وقال: أيها الناس، من لكم حق علي فليطلب حقه. قصص متعددة هنا، أكو أنا فرد قصة منها أنقل. قام رجل اسمه سوادة ابن قيس وقال: يا رسول الله، في فلان مكان أردت أن تضرب ناقتك بينما العصا الممشوق، فالعصا خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحت بطني، هل هذا كان عمدا أو سهوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بالله، أنا تعمدت. أنا قال: فإني أريد القصاص. الرسول قال: تفضل قاص مني، فإني لا طاقة لي بالقصاص يوم القيامة. رسول على عظمته، فرد عودة اشتباه على قول سوادة، سوادة بن قيس، لاحت العودة بطن الرجل. الرسول طلب العصا وقال: تقدم واقتص. هاي القصة، لكن كلمة اشتباهك في هذه القصة، هالقصة من أصلها فيه نظر. الرسول لا يتعمد ولا يسهو. الرسول يتعمد ضرب أحد، الرسول يسهو. الأنبياء لا يسهون، لا ينهون، لا ينسون أبدا. الرسول أراد أمام الجماهير الجالسين في المسجد حتى لا يقولوا أن الرسول ضرب إنسانا فلم يقتص منه، وإلا سواد كان مشتبه ألف مرة مشتبه. هاي الكلمة المقصودة منه، الرسول لا يشتبه. الرسول يشتبه؟ إذا الرسول يشتبه لا يعتمد عليه، بس فقط الرسول أراد هذا الشيء حتى لا يقول جماعة إن الرسول ضرب عصا على بطن سوادة ثم لم يستعد للقصاص، بينما أن الرسول يعلم أنه لم يتعمد ولم يشتبه، وأن العودة التي وصلت إلى بطن سوادة على تقدير صحة هذه القصة من سوادة عود واحد آخر كان، لكن لأجل هذا الشيء الرسول يقول: إني لا أتمكن ولا أتحمل القصاص في يوم القيامة. وعودة، وقطعا الرسول وقت اللي يضربهم إذا فرضا صحيح ومو صحيح يضرب خبحين فرشكة شقة. الكلام في هذا الموضوع أن الإنسان يجب عليه لسانه، عينه، أذنه، يده، رجله، جنسه، بطنه، يواظب على هذه الأمور. كثير منكم رأيتم الصواريخ، الله في نار جهنم يقول إنها ترمي بشرر كالقصر. صاروخ شكثر بمقدار عمود، أما شرارات جهنم إن كل شرارة كقصر ترمى إلى الفضاء. فإذا فرد صاروخ تقتل فرد 500 إنسان أو 400 إنسان، ففرد قصر يعني مقدار 1000 صاروخ كم تقتل؟ وهناك ماكو قتل، لأن الإنسان في الحياة الدنيا يقتل، وإذا قتل انتهى لا يحس بالألم، لكن هنا لا يموت فيها ولا يحيا، هنا موت ماكو. الله في آية أخرى يقول: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. يعني إذا كان قابل أن يموت كان الموت يأتيه من كل مكان، من رأسه، من يده، من رجله، من أمامه، من خلفه، من يمينه، من يساره، من داخله، من خارجه، وما هو بميت. ميمون الإنسان لازم أن لا يتصور أن الحياة الآخرة فرد حياة عادية واعتباطية وصنعنا وقلنا وذهبنا وأتينا وانتهى كل شيء أبدا. يحاسب الإنسان على كل صغيرة وكبيرة. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا موضوع أن الإنسان يجب عليه أن يتبع أن الرسول نذير، بشيرا ونذيرا. ثم نأتي إلى موضوع ثاني وهو موضوع الأخلاق. حقيقة أخلاق المسلمين في كثير منهم، ما أقول كلهم، طبيعي هم مو كلهم، حقيقة مو أخلاق يرتضيها الله ورسوله. الغيبة، النميمة،
الاكتساب، التفرغ، وكل أمثال هذه الأمور. لاحظوا في الحقيقة هذه القصة الصغيرة الكبيرة المعروفة، الرسول سمته امرأة في خيبر، في قصة معروفة. الرسول رئيس دولة، ورئيس دولة كبيرة ودولة تهدد العالم. النبي الأعظم بنفسه يقول: لقد بصرت بالرعب، يعني الناس يخافون مني، مو يخافون مني يعني أنا أتعدى عليهم، يعني أخذ بلادهم. وبالفعل أخذ البلاد الرسول، وإلا الرسول لما كان يأخذ البلاد كان يعفو عن الحكام كلا، وكان يعفو عن الأثرياء ويترك ثروتهم بيدهم كلا، ويعفو عن المجرمين الذين أجرموا في قبل الرسول كلا. وهذا الحديث مشهور كلكم تعلمونه: الإسلام يجب عما قبله. فالرسول يعفو عن الكل، يعفو عن المجرمين، يعفو عن الحكام، يعفو عن الأثرياء، يعفو عن العلماء، علماء اللي كانوا سابقين كعلماء اليهود، علماء النصارى، من أشبه. الرسول كان يعفو عن كلهم، وفي كل مكان هذا عادة الرسول. الرسول تقتله امرأة بالسم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مات في هذا اليوم من أثر السم. هذا كل ذكره. المرأة النبي طلبها وهي يهودية، قال لها: لما فعلت هذا الفعل؟ قالت: قلت لو أنه رسول لا يؤثر السم عليه، ولو أنه ملك لأرحت الناس منه. الرسول قال: اذهبي، عفوت عنك. لاحظوا هذا الأخلاق. الآن جيبوا هذا الأخلاق صدقوا يمشي في كل العالم، وحتى نيويورك وموسكو ولندن وباريس يؤمنون برسول الله. رسول شلون الناس آمنوا به؟ هل وسيلة آمنوا به؟ يعفو الرسول عن قاتله، عن المرأة القاتلة له. علي عليه الصلاة والسلام، راجعوا نهج البلاغة، عبد الرحمن بن ملجم ضرب عليا بالسيف على رأسه، والإمام استشهد من هذا السيف، شيء واضح في نهج البلاغة. هذا الموضوع كان الإمام أمير المؤمنين ترجى من أولاده وذويه ألا يقتلوا ابن ملجم، ترجى وقرأ هذه الآية المباركة. الإمام قرأها: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يعني إذا ما قتلتم ابن ملجم الله يغفر لكم، لأنكم ما قتلتم ابن ملجم. شوفوا الأخلاق، جيبوا هذا الأخلاق، هذا في نهج البلاغة موجود. بعدين الإمام قال: إذا لابد تريدون قتل وناس ما يخلون ضربة بضربة، ثم يكرم الرجل، هو في بيت الإمام ويطعمه ويسقيه الإمام من فضل شرابه، من فضل طعامه. وقاتل من قاتل علي بن أبي طالب، جيبوا هذه الأخلاق في المسلمين، شوفوا شلون الإسلام يتقدم. نحن نتصور أن الرسول يعني صلاة وصوم وحاج، وأخيرا إذا أردنا أن نتفضل خمسا من الطيب. هذا مو أخلاق فقط، أخلاق ألف شيء وشيء. ولذا الله قال للرسول: إنك لعلى خلق عظيم. فرد واحد من تجار بغداد ينقل، هاي قصة ثالثة، ينقل يقول: أنا كان عندي فلوس خمس 200 دينار أو أكثر من 200، وذاك اليوم القوة الشرائية لمئتين دينار هواية فلوس، كانت قوة شرائية هواية ذاك اليوم. أنا أذكر القصة في وقت القصة تقريبا. يقول: أنا من بغداد وجيت للنجف في يوم زيارة الإمام أمير المؤمنين، هسه ما أدري زيارة مولود أو زيارة غدير أو زيارة مبعث، لأن هالأيام الثلاثة أيام زيارة الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. يقول: ركبت سيارة، قلت أزور عليا عليه الصلاة والسلام وأقدم المال إلى السيد أبو الحسن الإصبهاني. إذا الآن في المجلس أكو كبار السن عمرهم أكثر من 50-60 سنة يذكرون سيد أبو الحسن، وتقريبا كان المرجع الأعلى للشيعة، لكن مرجع خلوق إلى أبعد الحدود. أنا شفته، لأن كان جيراننا أنا، ويوميا أنا أشوفه، لأن هو بعد صلاة الصبح يروح يتمشى على الشط على النهر، أنا ما أروح أشتري خبز بعد صلاة الصبح، فأشوفه يوميا ورايح إلى بيته أيضا، وأخلاقه وكذا، عالم خلوق، كونوا خلوقين، كلامي في هذا الموضوع أخلاق. هذا التاجر البغدادي يقول: ذهبت إلى النجاف، ذهبت إلى بسل أبو الحسن، شفت بيت مكتظ بأهله، لأن بسل أبو الحسن دائما مكتظ بالناس من الصبح إلى نصف الليل، كلهم لهم حاجات.
أكو في الحديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول المؤمنون هم الموطعون أكنافا، يعني أطرافهم لينة مو خشنة، مو وجههم خشن، مو لسانهم خشن، مو عملهم خشن. عملهم يعني شنو؟ يعني تمر بالشارع وتشوف رد واحد ومن سلم عليه، يعني عملك خشن. الموطعون أكنافا يألفون ويؤلفون، أخلاقيات الإسلام، أخلاقيات رسول الإسلام التي يجب أن نتخلق بها حتى نتقدم. يقول أنه أنا كنت شايف أبو الحسن كان دائما مكتظ بالناس، الغرف الساحة حتى بر الناس يوقفون للنوبة حتى يصلون إلى أبو الحسن. يقول رحت إلى بيته يوم الغدير أو يوم مبعث، يوم زيارة على كله. يقول شفت البيت مكتظ بالناس في غرفة أبو الحسن، يقول قعدت آخر المجلس حتى تصل النوبة إلي. يقول في هذا أثناء اسمعوا هالقصة يا إخوة، إن شاء الله أنتم في المستقبل أنتم شباب، يا شباب اليوم أشياخ الغد أنتم متعتم بالسؤدد. يقول في هذا أثناء إجى فرد واحد من بغداد على اصطلاح العراقيين شلايتي، تاجر يقول، يقول أنا أعرف هذا الشلايتي، هاي يشرب خمر ويلعب قمار ويزني والعياذ بالله في تلك الأيام قبل 40 سنة، وفرد إنسان ساقط، هذا إجى من إجى سلم على أبو الحسن، فضل فضل أبو الحسن، قال فضل يمي. يقول أنا هواي تحيرت شلون أبو الحسن هيك اللي يحترمه، إجى قاعد على أبو الحسن، أبو الحسن قام لإحترام والناس قاعدين يمه وقاعد يمه. يقول قاعد يمه أبو الحسن هم أبا وعنو، أنا متحير أنه شنو هذا، شنو أبو الحسن هذا العالم الكبير المرجع، شلون يحترم هذا الإنسان الساقط، ما يدري شلون مرجع، ما يدري يدري شلون يسوي هذا العمل. على قول الشاعر فإن لم تكن تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. يقول في نفسي جاء أقول ومتحير، بعدين شفت أبو الحسن يقول لابس أبو الحسن خاشية حركان الهواء. يقول أبو الحسن طلع من جيبه فلوس وقام يعدد أمهات العشر دنانير، 1، 2، 3، 4، 5 إلى 20، يعني إيش كده؟ يعني 200 دينار. واحترم وقدم لها الشكل وهو مقام راح، وأبو الحسن شوية قام له وبدرقة ورجع. يقول أنا قلت في نفسي أنه تقليد أصلا باطل، شلون أعطي حقوق إلى فرد إنسان عالم، هذا عقليته وأنا أعرف هذا الرجل. يقول طلعت من البيت قلت أصلا تقليدي باطل وأقلد غير مرجع. أنا رحت زرت الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، طلعت إلى السوق الكبير، أكو في النجف سوق كبير قسم منكم شايفين. يقول طلعت إلى السوق الكبير في وسط السوق، فكرت في نفسي قلت لعل سيد أبو الحسن يدري فرشلي، أنا ما أدري وأنا كاسب تاجر في السوق، هو مرجع تقليد يعرف الناس يعرف موازينهم مقاديرهم، لعله هو يعرف. فاستغفرت الله تعالى عن تصميم القلب أن أقيد تقليده ورجعت إليه. رجعت إليه هو الآن ظهر تقريبا أو بعد الظهر، شفت أبو الحسن قاعد وكم واحد قاعدين راحوا هذولا، قدمت لهم 200 دينار. يقول أبو الحسن قال لي أنت أول جيت لماذا رحت ورجعت؟ قلت فيش لا سيدي. قال لا شنو كان؟ يقول تجرأت فقلت له، قلت في الحقيقة سيدنا أنا شكيت في تقليدي لك أصلا، هذا الإنسان أنت تعرفه أو لا تعرفه؟ إذا تعرفه شلون تفتح حقوق الله له؟ إذا ما تعرفه شلون تمرجع وما تعرف ناس وخصوصا من هالوزن؟ أبو الحسن قال أنا عرفت أن في نفسك شيء استوقمت رحل، لكن تعال طلع من جو الدوشك ماله فرد كتاب، قال اقرأ هالكتاب. يقول هذا الكتاب كان ممتلئ سباب الإمام أمير المؤمنين فيه، هذا الكتاب قال هذا مؤلف هذا الكتاب، هذا الشخص اللي شفته إهان الإمام إهان الأئمة عليهم الصلاة والسلام، قال هذا مؤلف هذا الكتاب. يقول فرد واحد ناصبي منحرف محرك هذا الرجل أن يعطي 200 دينار باعتبارها أنه يعد من الشيعة، هذا الرجل يعطي 200 دينار ويطبع كتابه. وأنا كسيد أبو الحسن اطلعت على هذا الشيء فبالقوة طلبته وقلت له أنت مو محارب للإمام أمير المؤمنين، أنت الشيعي وإنما لفلوس تسوي هالشكل شيء، فأنا مستعد أعطيك 200 دينار والكتاب اعطيني إلي حتى لا يطبع الكتاب. قال بالقوة أنا جبته من بغداد،
فلهذا أعطيته 100 دينار حتى لا يسوي مشكلة. شوف العقلية، شوف الأخلاق. إذا هذا الرجل سلام الحسن ما طلبه وما أعطاه 200 دينار، شنو كان يسوي؟ كان يطبع فرد كتاب ومشكلات ومنبر تهريج وهالأشياء إلى آخره. أبو سفيان النبي يدري أنه إلى أن يموت شنو؟ منافق. أعطاه 100 من الإبل، 100 من الإبل، وأعطى لمعاوية ولده 100 من الإبل، وأعطى لولده الآخر يزيد 100 من الإبل. وذاك اليوم الإبل يعني سيارة، آبال كانت تسمى ذاك اليوم بسفن الصحراء، كما أن السفن في البحر أكو هي سفينة الصحراء. يا إخوة اجمعوا الكلمة، لماذا نحن متفرقون في كل مكان؟ المسلمون ككلها مو بس احنا، شوف في باكستان تفرق، في الهند تفرق، في بنغلاديش تفرق، في الأفغان تفرق، في لبنان تفرق، في العراق تفرق، في روح الأندونيسيا كل متفرقين، في مؤسساتنا، في اتجاهاتنا، في تنظيماتنا، في حركاتنا، كل تفرق. لماذا؟ كيف النبي جمع الناس من كل مكان وأكرمهم واحترمهم حتى اليوم نحن نسمع لا إله إلا الله لأجل جمع النبي؟ الإمام أمير المؤمنين يقول لأهل الكوفة: إذا نحن كنا مثلكم لما خضر للإسلام عود، يعني حتى شجرة واحدة للإسلام ما كانت تنبت. في نهج البلاغة هذا الموضوع. اجتمعوا يا أخوة، الله سبحانه وتعالى حل المشكلة في كلمتين، كلمة أنه واعتصموا بحبل الله جميعا، الكلمة الثانية اختلفتوا. نحن في حسينية ونريد نجيب خطيب، نحن في دراسة ونريد ندرس يا مدرس، نحن في هيئة، نحن في مؤسسة واختلفنا. الله يقول شورى، أكثرية الآراء، أمرهم شورى بينهم. في كلمتين. الغربيون 1,000,000,000 مع الأمريكيين، اختلاف أكو عندهم؟ أبدا، كلهم أصدقاء، كلهم يجلسون، كلهم يتشاورون، مع أنهم مسيحيون، هم لا يعتبرون الإسلام، لكن أخذوا بنصيحة الإسلام، صنعوا أمرهم شورى بينهم، انتهى كل شيء. فيجب علينا في كلمتنا الثانية أن نكون ذوي أخلاق، وهذه الكلمة فيه كتاب من التفسير. أسمع منكم طلبة اقروا كتاب جامع السعادات للمحقق النراقي وشوفوا ايش كثر هاي كلمة رفيعة. أخلاقيات كل عركة وكل نزاع وكل سباق وكل انشقاق، وهذه يزعل وهذه يزعل وهذه يروح وهذه يروح، ما هو داعي يا إخوة، على شنو نتنازع؟ وديننا يأمرنا بجمع الكلمة. هذا موضوع ثاني. الموضوع الثالث في كلمتنا الأولى التعاون. تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تعاون. أظن قبل 3 سنوات نقل للأصدقاء قصة هنا، أن رجلا دخل بيت رسول الله، بيت رسول الله غرفة صغيرة، مو بيت، غرفة صغيرة، دخل بيت رسول الله وأهدى إلى الرسول حفنة من الرطب، هذا الرطب المشهور، وقال: يا رسول الله، هل هناك إناء ظرف حتى أخلي هذا الرطب في الظرف؟ الرسول قال: ادخل البيت شوف أكو ماكو. غرفة صغيرة وساحة صغيرة كانت أمام الغرفة. دخل في بيت رسول الله بكامل البيت لم يجد حتى ظرفا واحدا. فجاء قال: يا رسول الله، ماكو ظرف. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ عباءته الكريمة ونفض الأرض، كنس الأرض عباته، قال: صب التمر هنا. الرسول وهو رئيس 9 دول ماكو في بيته حتى ظرف واحد، ماذا يصنع بالظرف؟ غرفة رسول الله، الناس ذكروا أن المؤرخون أن غرفة رسول الله يعني مجلسه ما كان في حتى موكيت، حتى عصير ماكو، أرض أرض. كم مخدة كانت لرسول الله؟ حشوها ليف، ليف التمر. فإذا جاء إنسان أعطاه فرد واحد من هالمخادث وقال اجلس عليها، فجاءه إنسان، المخاديد خلصت، النبي أخذ عباءته ولف العباء قال اجلس على العباء. هكذا قدم الإسلام، وهكذا هو رسول الإسلام، وهكذا يجب علينا أن نتبع هؤلاء.
قصة أخرى أيضا سامعيها كثيرا، لكن فرد كلمة أريد أقول منها. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، قصة علي بن أبي طالب، فاطمة الزهراء، الحسن، الحسين، فضة. أخذ علي 3 أسوع من الشعير قرضا، وطحنت فاطمة لما أرادوا الأكل خبز، 5 قرص خبز، جاءهم مسكين فقدموا الكل، وبقوا تلك الليلة إلى الصباح جائعين وصائمين في النهار وشربوا الماء. يوم الثاني كذلك، يوم الثالث كذلك، مسكينا ويتيما وأسيرا. بس كلكم سامعين، بس كلمة أريد أقولها، يا فاطمة الزهراء، يا علي بن أبي طالب، أنتوا الجائعين وقسم الأول في اليوم الأول طحنتوه عجنتوه خبزتوه، خب نصف الليل قوموا أعجنوا أطبخوا القسم الثاني، لماذا بقيتوا جائعين؟ الجواب ما كانوا يملكون حتى الحطب. أنتوا لبالكم بيت فاطمة الزهراء أكو في قدورة، أكو في نفط، أكو في حطب، بالنهار يروحون من الصحراء يجيبون حطب ويطحنون تقريبا ساعتين حتى يسوون خبز. بس شنو ياكلون نصف الليل؟ ما يتمكن، ولا هذا بقوا جائعين، حطب ما يملكون في بيوتهم، لان الكل ينفقونها في سبيل الله، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، يعني هم في اشد الحاجه لكن يؤثرون غيرهم على انفسهم، حتى حطب ماكو موجود. ولا هذا السؤال يوجه لهم، هو القسم الاول اعطيتوه مسكين، القسم الثاني موجود في بيتكم نصف الليل اطبخوه. الناس لبالهم طبخهم مثل طبخنا، نفط اكو، غاز اكو، ما ادري ماي اكو، ما كل شيء ما عندهم، بالنهار يروحون يجيبون ومن الصبح يتعبون للليل حتى 5 أحراس خبز يحصلون، لان البقيه كله يبتون لانه ما عندهم يعطوه. فيجب علينا ان لا ننسى التعاون. اصنعوا ايها الاخوه لجنة الازدواج، اصنعوا حسينيات، اصنعوا مدارس، اصنعوا مساجد، اصنعوا دور العجزة، اصنعوا مستشفيات، اصنعوا مستوصفات، اصنعوا مكتبات، اصنعوا جرائد، اصنعوا مجلات. اذا نحن فكرنا هالتفكير اللي الان نحن فيه فيوم على يوم في تاخر، اما اذا فكرنا تفكير التقدم كانوا يبذلون كل شيء لهم. رسول الله مات وهو مديون، علي مات وهو مديون، هذه كل التواريخ ذاكرين. مع العلم الرسول كان مسيطر على 9 دول وعلي كان مسيطر على 40 دولة، يعني أكبر دولة في عالم ذلك اليوم تحت النفوذ علي. الرسول مو أكبر دولة، لكن دولة يهابه الشرق والغرب يخافون منه، وبالفعل كان يتقدم يسحب إلى الأمام. فقط نتعلم على الصلاة وعلى الصوم وعلى الحج، أو نتعلم على الأخلاقيات، على الآداب، على بشيرا ونذيرا، على تفهم. هذا موضوعنا الأول. نأتي إلى موضوع ثاني نلخصه نحن في كلمات. أنا أذكر في العراق قصتين، نقول هذا الموضوع لمستقبل العراق. العراق المعروف أن الغربيين كما جاءوا بالحكومة العراقية يريدون يودوها، قاعدتهم هم يأتون فرد واحد ثم ينتفعون منه ثم يذهبون به، في كل العالم يسوون هذا العمل، والمغرور من اغتر بالغربيين وبالشرقيين، ماكو فرق. جاءوا عبد الكريم قاسم ودوا، جاءوا عبد السلام عارف اذهبوا به، جاءوا احمد حسين البكر اذهبوا به، جاءوا عبد الرحمن اذهبوا به، جاءوا بهذا الرجل هم يذهبون به، بس تشوفون كم يوم بعد بيد الله سبحانه وتعالى، وثم تذهبون الى العراق وانتم في امن وسلام. أنا رأيت قصتين، أنا رأيتهما، وإلا قصص كثيرة. القصة الأولى في الحرب العالمية الثانية قبل 45 سنة تقريبا، أنا أذكر القصة كاملا. مراجع التقليد في العراق أفتوا بوجوب إخراج البريطانيين من العراق، لأن البريطانيين كانوا مسيطرين على العراق قبل 45 سنة. مراجع التقليد من؟ السيد أبو الحسن الإصبهاني كان، الشيخ الجزائري كان، السيد حسين القمي كان، كاشف الغطاء كان، سيد مرزهاد الخراساني كان، جماعة من هؤلاء أفتوا بوجوب إخراج البريطانيين من العراق. وبريطانيا ما تعرفونها، العراقيين كلهم هبوا هبة رجل واحد وأخرجوا البريطانيين عن العراق. أنا أذكر
وأنا أذكر نحن كنا في كربلاء وفي النجف العشائر الدكاكين مغلقة كانت، ولعل إلى فرد واحد عمره 60-70 سنة يذكر هالقصة في المجلس. العشائر كانوا يأتون ويهوسون على هوساتهم المعروفة، والطائرات بريطانيا أنا رأيتها كانت تأتي إلى المدن متقصف خاف من القصف، يعني يخاف أن يقصفوا الناس، لأن المراجع كلهم كانوا، فكل واحد كان مقلد هذا المرجع مرجعه أفتى بوجوب إخراج هؤلاء، مقلد هذا المرجع مرجعه أفتى بوجوب إخراج هؤلاء، مقلد هذا المرجع مرجعه أفتى بوجوب إخراج هؤلاء، كلهم صاروا يدا واحدة. قاله الرسول: والمسلمون يد واحدة على من سواهم. صار هذا الشيء وأنا أذكر هذا الشيء. فخرجوا من العراق، وحتى فرد واحد من خطباء النجف الأشرف الشيخ معان علي يعقوبي عنده قصيدة طويلة في هذا الموضوع، والقصيدة موجودة في الكتب. أول قصيدة أذكرها: لندن لا تحمي أبناءها فكيف يحمون بحبانية، والطائرات كانت تأتي متقصف المدن، أنا أذكر إنما تقصف خارج المدن، أما المدن تخاف لأن يعلمون إذا قتلوا إنسانا في المدينة ينتقم منهم. أما الآن هؤلاء الذين في العراق 30 سنة كل شيء ما يصير، كل شيء ما يصير، ومثل الجبل واقفي، لأن ماكو اتحاد الكلمة، ماكو مراجع يجتمعون على إخراج هؤلاء، بينما هم كانوا جيش احتلال، جيش البريطاني، وهؤلاء الذين الآن في العراق يحكمون وجيش احتلال. إذا الجماعة لافتين حول نفسهم وجي يعملون هذا العمل لا أكثر ولا أقل. لكن لما صارت ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، إيش كثر سجناء في العراق موجود، إيش كثر هتك أعراض، إيش كثر إخراج، إيش كثر مصادرة أموال، هاي قصة. القصة الثانية قبل 30 سنة، هاي القصة الأولى قبل 45 سنة وأنا أذكرها رأيتها، وإذا فرد واحد كبير السن فيكم شايف هالقصة. القصة الثانية قصة أيام الشيوعيين، صار في العراق قبل 30 سنة يعني سنة 58 مد شيوعي في العراق، وماذا يعمل الشيوعيون؟ أنا رأيت هذا الشيء الحقيقة، إذا الإنسان ما كان يرى ما كان يصدق. يمدون الضحية على الأرض ثم يفرغون عليه وهو عار الجسم تماما قنينة من العقارب، أو يشدون رجل الضحية بسيارة ورجله الثانية بسيارة، والسيارتان متخالفتان تذهبان فينقص نصفين، أو يأخذون الضحية ويحلوا على قنارة القصاب ويقطعون منه قطعة. وفرد إرهاب أكو في العراق حقيقة لا يصدق إلا لمن رأى هذا الإرهاب، وأنا شفت منه كثير ونقلت بعضه أيضا في كتابي حوار مع الشيوعيين أو مباحثات مع الشيوعيين، بعضه ذكر، وإلا القصص اللي أنا رأيتها جدا كثيرة. سيد محسن الحكيم الله يرحمه مرجع، والدي مرجع، اجتمع هذان الاثنان في بيت والدي وأنا حاضر أيضا، وأكو في التصوير كلاهما موجودان في هالتصوير هنا أخذ، واتفق على إخراج الشيوعيين من العراق والدي وسيد الحكيم، وتمكن من تصفية الشيوعية في العراق كاملا كاملا. وصدقوا إلى الآن كان سيد الحكيم وسيد والدي وبعض العلماء الآخرين موجودين بعد 6 أشهر ما كان يبقى في العراق، 6 أشهر ما كان يبقى، لأنه اجتمعت الكلمة واعتصموا بحبل الله جميعا. هاي مو آية بس، آية الصلاة آية، بس آية الزكاة آية، بس آية الحج آية، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الآن في الحقيقة إذا المرجعية في العراق والعلماء والخطباء اتحدوا بعثين ما يبقون حتى 10 أيام، ما يبقون 10 أيام، ما يبقون، لأنه أنا أذكر في ذاك الوقت أي واحد يقول أنا مقلد ميرزا مهدي يقولون مرجعك أفتى بإخراج هؤلاء، إذا يقول مقلد سيد الحكيم يقولون مرجعك أفتى بإخراج هؤلاء، إذا يقول أنا تابع لفلان عالم يقولون عالمك قال بإخراج هؤلاء، أخرجوهم من العراق. أنا رأيته هالقصتين، وقصة قبلي أكو، قصة بعدي أكو أيضا،
من الضروري علينا جمع الكلمة. إذا جمعنا الكلمة مستقبل العراق للمسلمين نور لعسلق وجماعته. إذا ما جمعنا الكلمة لعله بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة، بعد 30 سنة، وحتى إذا تبدل الحكم في العراق أو ليس تبدل غربي، مو تبدلنا نحن المسلمين، من الضروري علينا أن نجمع الكلمة مهما كانت ثمنه كثيرة. إذا صنعنا هذا الصنيع ينتهي كل شيء، وإذا ما صنعنا هذا الصنيع الأمر بيد الله، والأمر بيد الله دائما. من الضروري علينا في هذا اليوم، وهو يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويوم استشهاد الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، ونحن من أتباع هؤلاء السادة، أن نهتم بالتخلق بأخلاقهم، بالتأدب بآدابهم، للاهتمام بشأنهم. في احتفالات لازم احتفال الغدير، احتفال المولود، احتفال المبعث، لازم تمتلئ بلادنا بالأغوية وبالتباشير وبالأفراح. الآن بعد كم يوم ميلاد الرسول وميلاد الإمام الصادق؟ 14 أو 12. شوفوا المسيحيين ماذا يعملون لأجل المسيح. والصحيح المسيح نبي لكن لا يصل إلى رسول الله، فنحن ماذا نصنع لهم في يوم الغدير؟ عيد الغدير أعظم الأعياد، كم فيه لله من الأيادي. هل نهتم؟ يجب علينا أن نهتم هذا الاهتمام. وأخيرا كلمة صغيرة، وهو أنه ذكرت للإخوة قبلا الآن بعد النذكر، نحن متأخرون من حيث الكتب كثير كثير. في أحد بلاد الخليج في هالسنة المحرم وزعوا 1,000,000 كتاب وهابي ضد الشيعة في بلد واحد. احنا وزعنا الكتب، الان لازم مثل ما تتجون هنا وتروحون ومواكب وعزاء والطعام وكله حسن، لازم فرد 1,000,000 كتابا يوزع. بسبب الكتاب انسان يتعب، لان بالمداد احد المنحرفين الشرقيين جديدا ما اريد اسميه طابع فرد كتاب 50,000,000 نسخة، 50,000,000 نسخة. هذا المنحرفين الشرقيين، شوفوا اي هم لهم هؤلاء. ولهذا شوفوا أولادنا يصيرون مرة شيوعيين، مرة بعثيين، مرة قوميين، مرة منحرفين، مرة ديمقراطيين على الأسلوب الغربي. هذا سببه نحن مو هم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا ويوفقكم جميعا لما يحب ويرضى.